وصول الأطفال للإنترنت صار أسهل بكتير مقارنة بأيام زمان، وبحسب آخر الإحصاءات 9 من 10 أطفال بالمملكة العربية السعودية وبالإمارات بيوصلوا للإنترنت وبيقضوا حوالي 2.5 ساعة يومياً. في ضرورة كبيرة لتمكين الأطفال وعائلاتهم لخوض تجربة أكثر أماناً للاستفادة من فرص العالم الرقمي. طورنا بجوجل بعض الأدوات اللي بتحمي الأطفال والعائلات وبتخصص تجربتهم على الإنترنت، رح نستعرضها بحلقة اليوم من جوجليات. استخدام الإنترنت بذكاء، بحذر، بثقة، بلطف وبشجاعة، هاي المبادئ الأساسية ببرنامج أبطال الإنترنت اللي بيتضمن لعبة إلكترونية لاستكشاف الأطفال بين عمر 7 ل 12 سنة للعالم الرقمي. لعبة عالم الإنترنت هي مغامرة من 4 مراحل وعدد من التحديات اللي قد تواجه الأطفال وهن أونلاين، مثل تجنب مشاركة المحتوى مع أي شخص أو معرفة المصادر الموثوقة على المواقع الإلكترونية، حماية المعلومات الشخصية باستخدام كلمات مرور صعبة. وكمان من خلال برنامج أبطال الإنترنت ممكن للمعلمات والمعلمين المهتمين بموضوع الأمان الرقمي تحميل منهاج دراسي متكامل حتلاقوه على الموقع. يوتيوب كيدز هي النسخة المخصصة للأطفال لغاية سن 13 لمشاهدة الفيديوهات المسلية والتعليمية في بيئة مناسبة للعائلة. التطبيق متوفر على نظامي أندرويد وآيوس باللغة العربية والإنجليزية وبلغات أخرى حول العالم، ويمكن الوصول ليوتيوب كيدز كمان عبر موقع الإلكتروني أو على مختلف الأجهزة اللوحية. ممكن للأهالي ببساطة إنشاء صفحة لكل طفل أو طفلة في الأسرة على يوتيوب كيدز مع إمكانية تحديد العمر والاهتمامات أو تحديد مقاطع الفيديو اللي يمكن مشاهدتها. ومع واجهة عرض كل ألوان وبهجة بيتم عرض المحتوى تحت 3 تصنيفات رئيسية: الموسيقى وفيها مقترحات لأغاني خاصة بالأطفال، والتعليم بحسب المرحلة العمرية، والعروض المختارة بعناية مع شركاء موثوقين من ضمنها برامج وأفلام كرتون مثل أهلاً سمسم وغيرها. وطبعاً كل عائلة عندها طبعها الخاص، ولهالسبب بيوفر يوتيوب كيدز للأهالي أدوات بتساهم بإدارة حسابات الأطفال وتخصيص تجربتهم، سواء من خلال إيقاف تشغيل البحث والموافقة المسبقة للفيديوهات والقنوات اللي يمكن عرضها للأطفال، أو منع ظهور بعض القنوات بالملف الشخصي التابع لهم، أو تخصيص مدة زمنية معينة لمشاهدة الأطفال للمحتوى على التطبيق. وأخيراً لو كنتم مهتمين تعرفوا أكثر عن اهتمامات أطفالكم على يوتيوب كيدز، بإمكانكم زيارة سجل المشاهدة في الملف الخاص للطفل أو الطفلة. وعلى منصة يوتيوب في عدد من الميزات اللي بتشجع على الأمان الرقمي وتخصيص التجربة. إحداها هي ميزة وضع تقييد المحتوى لمنع ظهور الفيديوهات الموجهة للبالغين وعدم اقتراحها حتى على الصفحة الرئيسية. من اللازم تفعيل الميزة لكل متصفح أو جهاز أو ملف شخصي على يوتيوب من خلال الإعدادات. بشكل شبيه لآلية عمل خاصية تقييد المحتوى على يوتيوب، بتساهم ميزة البحث الآمن بمحاولة تصفية المحتوى الغير ملائم على محرك بحث جوجل، بما في ذلك الصور والفيديوهات والمواقع اللي عم تدوروا عليها. تفعيل البحث الآمن متوفر من خلال الإعدادات سواء على تطبيق جوجل أو المتصفح. بين شهر يناير ومارس من هالعام تم إزالة أكثر من 9.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات يوتيوب. 95% من الفيديوهات تحددت عن طريق آليات الذكاء الاصطناعي و5% من عمليات الإبلاغ حول العالم. لما يتم الإبلاغ عن فيديو غير مناسب تبقى هوية المبلغ مجهولة، وما بتتم إزالة المحتوى تلقائياً إلا بعد مراجعته. وفي حال ما تمت إزالة الفيديو بيتم حظره على فئات عمرية معينة لو كان غير ملائم للجمهور الأصغر سناً على سبيل المثال. بإمكانكم المساهمة بالإبلاغ عن أي محتوى ضار أو مسيء أو غير لائق من خلال زر الإبلاغ الموجود بكل فيديو على يوتيوب. وفي حال مصادفة أي تعليق مسيء على أحد الفيديوهات بإمكانكم التبليغ عنه بسهولة من خلال الضغط على زر الإبلاغ الموجود جنب كل تعليق ضمن قائمة المزيد اللي معبر عنها ب3 نقاط فوق بعض. من المهم جداً التحدث مع الأطفال من سن مبكرة عن أهمية حماية أنفسهم على الإنترنت واستخدامه بمسؤولية، ونحن منتشارك معكم هالمسؤولية كمان. من فترة قصيرة طورنا بعض السياسات على مختلف المنتجات لتحسين تجربة الأمان حتى للفئة العمرية الأكبر بين 13 ل 18 سنة. جميع الروابط والخدمات اللي حكينا عنها خلال هالفيديو موجودة بالوصف. بتمنى تكون هالحلقة فادتكم، ولا تنسوا تشاركوها مع أصحابكم، وانتظرونا بالحلقة الجاية من جوجليات. من المهم جداً